هلا حبايبي، شخباركم؟ طبعا اليوم بشارككم طريقة عنايتي ببشرتي. إذا تتسألون شو هذا، هالبيوتي كولر اللي دايما أحط فيه ماسكاتي لأنه يحافظ على برودة جدا مناسبة تكون فيها الماسكات. طبعا لازم أول شيء نبدأ ببشرة نظيفة عشان كل الأشياء اللي بنحطها في وجهنا تسوي مفعول. بستخدم بيوتي ووتر، هذا أحلى منظف عندي، يزيل المكياج، يزيل الشوائب وينظف البشرة بطريقة حلوة وفي نفس الوقت ينعمها. بعدها باخذ اللي هو فلاميل، واللي هو عبارة عن أمبولات فيها سيرم يساعد على شد البشرة وعلى تخفيف التجاعيد والخطوط اللي تكون حوالين الفم وتحت العين وعند الجبهة، فهذا وايد صراحة حلو يا بنات، أنصحكم فيه. بعدها باخذ هذا الـ LED Light من كلينزر، وهو وايد حلو لأنه يحفز الكولاجين في إضاءة حمراء اللي هي الـ LED Red Light، تحفز الكولاجين وفي نفس الوقت تخلي تساعد أن أي سيرم أو أي ماسك تحطونه أو أي كريم البشرة تتشربها بشكل أحسن وأكبر، لأن فيه اهتزازات تساعد على هالشيء. عقب باخذ هذا الـ Volumizer، هو وايد حلو لأنه يرطب الشفايف يوردها وفي نفس الوقت يعطيها فوليوم، يعطيها كبر شوي. باخذ هذا الهوليدي اديشن من جي جون، وهذا وايد حلو لأنه يشل السواد ويرطب تحت منطقة العين. بتركه 5 دقايق وبعدها بشيله. بعد ما شلته باخذ هذا الرولر في قطع صغيرة مثل ما تشوفون، تساعد بعد انها تدخل المنتج او الكريم او السيرم اللي تحطونه لمنطقة العين. وعقبها باخذ أرمانة، واللي هو افضل شيء عندي لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب وتكثيف الرموش. بعد اخر شيء بحط لي تنت من بنفت. طبعا كل المنتجات اللي تكلمت عنها وذكرتها اليوم موجودة عندي في البوتيك رنوي بوتيك، فحياكم الله and happy shopping.